كنت اشتري عصافير من واحد نصراني فاشتريت عصافير منه على اني سنهم كبير واعطاني سنهم صغير فنصب علي ولا دفعت الثمن الكبير وذهبت اليه لاقول له ان هذه العصافير صغيره قال لي هذه ليست عصافيري وقال لي اعطيني 5 جنيهات وانا ابدلهم لك فقلت له ليس معي هذا المال فقال لي يبقى دين عليك فابدلهم فابدلهم لي فهل هذا المال اعطيه له؟ أنا رأيي والله تعالى أعلى وأعلم أن تعطيه ذلك المال إن كذب عليك واحتال فلا تكذب أنت عليه ومن يدري لعل في هذا التصرف ما يكون دافعا له أن يفكر 1000 مرة هذا الرجل مسلم وكذبت عليه ونصبت عليه ثم بعد ذلك يأتيني طواعية يقول لي خذ 5 جنيه اللي كانت كذا كذا ولم يأكلها ما شاء الله هذا خلق نبيل وخلة رفيعة نحن يا إخواني في حاجة أن ننشر الدين بالعمل لا بالقول أمة الإسلام شبعت من الأقوال الناس شبعت كلام فضائيات وخطب جمع ودروس ومحاضرات الناس تتعصر كده تنزل كلام لو جبت واحد عصرته مش هينزل دم ينزل ايه كلام سمعوا كلام كتير جدا لكن في العمل العمل قليل أنا رأيي أن النصاب اللي نصب عليك ده كن أفضل منه ولقنه درسا في حسن الخلق والله تعالى أعلى وأعلم.